جريمة عرض الوساطة في الرشوة. احنا قلنا جريمة قبل كده، جريمة عرض الرشوة اللي هي لم يقبلها إلا رجل المرور، في جريمة عرض الوساطة، يجي صاحب الحاجة بيطلب ان يخلصوا له شيء معين، في الضرائب عامل له مشكلة، فيقول لهم طيب ما شوفوا لي موضوع الملف، هو اللي بيطلب هذا الكلام، فبيتصل بموظف يقول له طيب انا همشي لك الموضوع ده هو وانا هخلصه لك. هنا حضراتكم دي بيحكمها نص المادة 109 من قانون العقوبات، اللي هي جريمة الوسيط اللي هو بيدخل ما بين الراشي والمرتشي. فالوسيط لو هنا قال له يعني في كلمة مثال أو كان قضية أنا أفتكرها، إن الوسيط قال للراشي أنت بتقول لي إن أنت خدوا منك البطاقة في الاسم، وطيب أنا لو جبت لك البطاقة ديت اديني 50 جنيه وأنا حديها للراجل، وفعلا خد منه 50 جنيه وبعد كده راح مديله البطاقة. هنا بتتحقق جريمة عرض الوساطة في الرشوة، وهنا المحكمة لا يعنيها مين اللي كان عنده البطاقة وكان محتفظ بها، لأن هنا الجريمة هي إيه اللي هي تحققت، جريمة عرض الوساطة بس، فما يهمش المحكمة بقى البطاقة دي كانت موجودة عند مين، لكن هي الواقع هي بين الراشي وبين الوسيط. وحضراتكم دي الجريمة بتبقى جريمة عرض الوساطة في رشوة.